السلام عليكم، عاملين ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة النهاردة حلوة جدا ومغذية للبشرة، مكوناتها سهلة جدا وفي نفس الوقت بتحافظ على البشرة، بتديها نعومة جميلة جدا وتفتيح وترطيب، وبالاستمرار يعني من ثالث مرة اكنك حاطة كريم اساس. انت ممكن تعمليها مرتين في الاسبوع. تعال نشوف مكوناتها. معلقة صغيرة زبادي، ويفضل الزبادي البلدي بتاعتنا، معلقة صغيرة خميرة فورية أي نوع عندك في البيت، ومعلقة صغيرة خل تفاح أي نوع عندك. المكونات دي تكفي بشرة الوجه والإيد مع بعض. بنخلطها كويس كده زي ما احنا شايفين. الوصفة دي ما شاء الله جميلة جدا لو تونت عليها بشرتك وما بتحطيش بعدها مرطب او اي حاجة خالص. بالشكل ده دودناها، ممكن جايبينها بقى بالشكل ده ونحطها على بشرتنا بشكل دائري كده، وندلك تقتين بالشكل ده. ونسيبها على بشرتنا لغاية لما بشرتنا تشربها. بشرتنا شربت الماسك بالطريقه دي، اكيدنا حاطين كريم وبشرتنا شربته. نبدا بعد كده نقشر الماسك زي ما انتم شايفين كده في الكاميرا، بيتقشر معانا كده. ما نقشرش غير لما نتاكد ان بشرتنا شربته كويس، لان هو مغذي جدا للبشر. بيتقشر معانا كده. بعد ما قشرناه نغسله بالميه والصابون عادي، اي نوع صابون عندك، هتلاقي النتيجة جميلة جدا وهتعجبك ان شاء الله. معانا دايما هتبقي احلى واجمل، واستنينا في وصفات تانية كتير جميلة اوي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اشترايك وشير، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.